السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا في السيمينار المجمع لأقسام تقويم الأسنان جامعة الأزهر بنين بنات أسيوط، وانضم لينا مؤخرا جامعة المنيا وقريبا إن شاء الله جامعة المنصورة. وبإذن الله هذا السيمينار الذي بدأه أقسام تقويم الأسنان جامعة الأزهر ينتشر بإذن الله ليضم جميع أقسام تقويم الأسنان في جميع جامعات جمهورية مصر العربية. إن شاء الله السيمينار النهاردة هيتكلم عن Methods of Distalization in Orthodontics, Potential Advantages and Limitations. الموضوع ده موضوع مهم جداً، Distalization من المواضيع الكبيرة اللي بتحتاج أكتر من سيمينار، ونقدر نعتبر إن ده جزء من سيمينار قادم تكملة لهذا السيمينار لأن الموضوع كبير. هيقدم لنا الموضوع النهاردة الطبيب هاني عصام الحسيني، وهو طالب دراسات عليا ماجستير بقسم تقويم الأسنان جامعة الأزهر بنين القاهرة. هذا السيمينار تحت إشراف الأستاذ الدكتور فاروق أحمد حسين، أستاذ ورئيس قسم تقويم الأسنان جامعة الأزهر بنين القاهرة، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور رأفت الغيطاني، وهو أستاذ مساعد بقسم تقويم الأسنان جامعة الأزهر بنين القاهرة. اتفضل يا دكتور هاني، قدم السيمينار. الانديكيشنز بقى، احنا عندنا كلاس 2 مولر ريليشن شيب، احنا بنتكلم في كلاس 2 دنتال مولر ريليشن شيب، لان احنا بالديستلايزيشن احنا عايزين نعالج او نكوريكت الكلاس 2 ريليشن شيب عشان نوصل لكلاس 1 relationship. deep over bite، لان احنا واحنا بنعمل distalization بيحصل opening the bite نتيجة الwedge effect. maxillary first molar mesially inclined، احنا يعني جزئين دولت او loss of arch length due to premature loss of second sinus molar هما جزئين مرتبطين ببعض نتيجة mesial migration بتاع first molar في extraction space، وبيحصل عندنا class 2 relationship. فاحنا عايزين نعمل correction للجزء ده عن طريق distalization. بنتكلم في discrepancy anterior to the first molar don't exceed 2-3 mm on each side، يعني احنا بنتكلم في mild crowding مش بنتكلم في moderate او severe crowding. لا، احنا جزء distalization بتاعنا هيقدر يعالج ال mild crowding ويقدر يعالج ال class 2 molar relationship. contraindication بقى برضه بنتكلم على profile و skeletal و dental relationship. البروفايل بتاعنا احنا بنتكلم في كونتر انديكيتد كريتروجناستيك بروفايل، احنا بقى هنا بيبقى عندنا مشكله في المانديبول فبنلجأ لطرق اخرى زي بقى الفيكسد فانكشن والاجزاء الاخرى. سكيليتال كلاس 2 سكيليتال ريليشن شيب نتيجه ريتروجناستيك مانديبول، سكيليتال اوبن بايت، اكسس لور انتيريو فيشال هايت، لان احنا واحنا بنعمل ديستلايزيشن هيحصل وورسنج للكيس. كونستريكتد ماكسيلاري اوش، احنا هنا هنحتاج نعمل اكسبانشن كمين ميثود اوف سبيس جيننج. ديليشيوس فاليك جروس باتن، يعني لونج فيس برضو. دنتال بقى احنا عندنا كلاس 1 وكلاس 3 مولر ريليشن شيب، يعني احنا هنعمل ديستلايزيشن ازاي في كلاس 1، بس ممكن كلاس 3 احنا بنعمل ديستلايزيشن في المانديبولا ارش، بس احنا بنتكلم عموما على الماجزيلا كمين بورت للديستلايزيشن. ماجزيلاري فيرست مولر ديستال انكلايند، لان احنا واحنا بنعمل ديستلايزيشن بيحصل اصلا distal inclination دي المولرز نتيجة الديستلايزيشن، فده هيعمل worsening للكيس. احنا عندنا دايما في اللاترال سيف لما احنا بنيجي نعمل قياس للمولر بوزيشن، احنا عندنا ريكتس اتكلم عليها وقال ان هي linear measurement ما بين الديستال سيرفيس بتاع maxillary first permanent molar والترجويد vertical plane. اسها ريكتس قال ان هي المين فاليو بتاعتها هي عباره عن patients age plus 3 مليمتر in the growing patients، وفي الادلتس قال ان هي عباره عن 18 مليمتر. يعني احنا لو عندنا العين دوت عنده 8 سنين مثلا هيبقى 8 plus 3 هيبقى حوالي 11 مليمتر. طيب لو هو مثلا اكتر من كده هيبقى الراجل ده indicated للديستاليشن، هو اقل من كده لا هو كونترا indicated. timing for distalization الجزء ده controversial شوية، يعني هي في dilemma شوية، هل ان انا اعمل distalization قبل ال eruption بتاع second molar هل هو احسن، هل third molar eruption بيأثر على distalization؟
فهنا في سيستماتيك ريفيو اتكلمت على الافشنسي اوف مولر ديستاليزيشن اسوشيتد ويز ذا سكند اند ثيرد مولر ايربشن ستيج، يعني فور ارتكلز فولفاي ذا فاينل سيليكشن كرايتيريا، اربع ارتكلز بس، ثلاثه منهم قالوا ان ما فيش اي ديفرنس ما بين اللينير مولر ديستاليزيشن بيزد اون ذا ايربشن ستيج اوف ذا سكند اند ثيرد مولرز، واحده بس اتكلمت قالت ان الاماونت اوف ديستال موفمنت اوف ذا فيرست مولر ووز جريتر ان ذا جروب ويز ان ايربشن سكند مولرز، يعني حوالي 75% اتكلموا ان الايربشن ستيج بتاع السكند والثيرد مولر ما بيأثروش على الديستاليزيشن، و25% اتكلموا ان هو بيأثر عليها. Only one study found that the amount of molar tipping that occurred as a result of distillation was related to the eruption stage of the maxillary molar. يعني كل ما يكون في عندنا مثلا السكند مولر طلع او السيرد مولر بيحصل تيبنج اكتر واحنا بنعمل distillation للفيرست مولر. الوج او الهنج سيزر افكت، the concept of the wedge effect is based on the assumption that anterobacterial movement of maxillary and mandibular posterior teeth occur parallel to the maxillary or mandibular planes. كان انا عم بحرك التيز بتاعتنا anterobacterial، ده كله بيحصل parallel للplanes بتاعتنا سواء maxillary او mandibular. طيب احنا عندنا assumption ان اصلا total maxillary ومandibular dental height اصلا constant، فده هنا يحصل عندنا بقى wedge effect، وهيبقى temporomandibular joint ده عبارة عن هنج او مفصلة، عشان كده بتأثر على ال anterior facial height بتعمل opening the bite. The distalizing movement tends to open the bite just like when we place a pin in the closing movement of a pair of scissors. The more we distalize the molar, the more we are going to open the bite. يبقى احنا زي كده المقص بنحط فيه قلم، كل ما بنرجع لورا كنا عند distalization، كل ما المقص يفتح نفس الحكايه برضو البايت نفس الحكايه الانتيريور فيشال تايب. The effect is favorable in patients with deep bite but counterproductive in patients with open bite or hyperdivergent growth tendency. Therefore, this effect must be taken into بالي وانا بعمل عشان افكر في الويدج افكت بتاعنا. Classification of distalizing appliances. احنا يعني كديستلايزيشن احنا بنتكلم بقى انترا اورال واكسترا اورال. اكسترا اورال عندنا الهيد جيرز، الانترا اورال عندنا انتر ماكسيلري between the maxilla and the mandible، ودول عبارة عن fixed functional appliances زي هيربس جزبس جامبر وتوين فورس باور سكوب، هادي اتكلمنا عليها قبل كده. اما الانترا ماكسيلري وده within the same arch ده عبارة عن حاجتين dentally anchored وسكيلتي anchored. dentally anchored عندنا الموفابل زي شوارز بليدز والساجيتال ابلاينس، دي حاجات هيستوريكال شويه ما عادش حد بيستخدمها. اما الفيكسد دنتالي انكرود ابلاينسز زي جونز جيك ديستال جيت ابلاينس بندلم والفيرست كلاس ابلاينس والاوبن كويل ماجنتس وكلس والنايت اي وايرز واللوبس والتي بي اي والالاينرز. اما السكيلتالي انكرود ديفايسز بقى عندنا يعني في موديفيكيشنز كده للفيكسد دنتالي انكرود عن طريق ان هم بيزودوا بيها من سكرو، فنتكلم على من سكرو سبورت ديستال جيت والبي اي بي اي او البول انكرود بندلم ابلاينس ومن سكرو سبورت فروج ابلاينس. في حاجات تانية بقى خاصه بالتوب جيت والام جي بي ام سيستم والانفرازيجماتيك كريست من سكرو. يمكن انا النهارده هركز شويه على الفيكسد دنتالي انكرود انتر ماكزاري، يعني نديك الوقت شويه، وممكن مره تانية برضو الدكتور فاروق يحدد لها ميعاد نتكلم فيها على السكيلتري انكرود ديفايسز. انترا اورال انترا ماكسيلري فيكسد ابلاينسز، هنتكلم بقى على جونز جيك. جونز جيك هو مثال للباكل ستويتد ديستلايزر، يعني هو راجل باكل ستويتد بيعمل الفورس بتاعه من الباكل سايد، هو عباره عن اوبن كويل نايتاي سبرينج بيحصل له كومبريشن يدينا 70 او 75 جرامز يقدر يعمل بيها ديستلايزيشن. دايما يعني غالبا بيبقى الانكرج بتاعت الديستلايزنج ابلاينس بتبقى موديفايد نانس ابلاينس. الموديفايد نانس ابلاينس استبلايز ويز ستانلس ستيل واير ذات اكستندد بالاتري اند ار سولدر تو ذا بانس اون ذا ماكسيلري سكند بريمولرز او ديسيديوس سكند مولرز، يعني ممكن تستخدمه على السكند بريمولرز، ولو هي في ديسيديوس سكند مولرز ممكن تستخدمه عليها برضه. بعد ما نعمل سيمنتيشن للموديفايد نانس ابلاينس عندنا بقى الجونز جيك بيتكون من تو ارمز، وان ارم
اللي هو اسمه انسيرتد في الهيد جير تيوب، والتاني اسمه ستابلايزنج ارم دوت انسيرتد في المين سلوت اوف ذا مولر تيوب. الديستال هوك بقى بتاع الابلاينس دوت بتاع جون زيك بنعمل له تاينج للفيرست مولر كاستابلايزنج بارت بتاعي. الجزء بقى اللي بعمل له بيه اكتيفيشن هو الايل دوت، بعمل له كومبريشن على البراكت الموجوده على السكند بريمولر او السكند سيدوس مولر، اعمل له تاينج فيحصل كومبريشن للكويل سبرينج ويعمل لي فورس يعمل بيها ديستلايزيشن. العين بتاعي بيشوفه كل 4 تو 5 ويكس عشان نعمل ادجستمنت او فيرزر بقى اكتيفيشن للجهاز بتاعنا. دي صوره كده بقلي وكلوزلي للجهاز. الجهاز طبعا بيقدر يعمل ديستلايزيشن فيعمل ديستال موفمنت للمولر وميزل موفمنت كانكروس لوس للسكند مولر، وبيصاحبه بقى ايه مومنت سواء بتبقى باكلي باكو ميزيال روتيشن للسكند مولر، وتلاقي هنا باكو ديستال روتيشن للفيرست مولر. نفس الحكايه هنا نفس الحكايه، ادي ميزيال موفمنت ديستال موفمنت، ادي باكلي ميزيو روتيشن او مومنت، وهنا باكلي ديستال روتيشن او مومنت للفيرست مولر. عندنا ستادي بقى انفولف 72 كلاس 2 بيشنت تريتد ويز جونز جيك ابلاينس. خدنا بري وبوست سيفرمتريك راديوجرافس، حصل ديستاليزيشن للفيرست مولر حوالي 2.51 ملم، وحصل ليه تيبنج 7 ديجريز. الريسيبيكال ميزيال موفمنت ده يعني حصل ميزيال موفمنت او انكر لوس للماكسيلاري بريمولر كانت 2 ملي، حصل لها تيبنج حوالي 4 ديجريز. يعني احنا بنلاقي هنا المولر مشي 2.5 ملي، ونلاقي السكند مولر حصل له 2 ملي برضو، يعني الاثنين حصل الديستلايزنج سبيس كان 50-50 ما بين ديستال موفمنت وميزيال موفمنت للسكند بريمولر. حصل اكستروجن للفيرست مولر حوالي 0.14 ملم، وحصل الماكسيلاري بريمولر برضو اكستروجن حوالي 1.88 ملم. الماكسيلاري سكند مولر will also move distally 2 ملم، وحصلها تبدي ديستالي. يعني ده كان الحركه مصاحبه بقى للسكند مولرز وهي موجوده، حصل لها ديستالي موفمنت برضو 2 ملم. احنا اتكلمنا على مثال الباكالي سيتويتد ديستلايزر، هنتكلم على مثال للبالاتالي سيتويتد ديستلايزرز وهو ديستال جيت ابلاينس. ديستال جيت ابلاينس بيتكون من بايلاترال تيوبس اتاتشد لو انانس اكريليك بوتون، وفيها كويل سبرينج، وفيها كلامب بيحصل له سلايدنج على التيوب دوت. الكلامب دوت بقى احنا بنفتحه ونعمل بيه اكتيفيشن، يعني نعمل كومبريشن للكويل دي الموجوده على التيوب ونقفله. بنشوف العين بقى كل 4 تو 6 ويس عشان نعمل ادجستمنت للجهاز. هنا دوت الجهاز هنا حصل له كومبريشن اهوت، حصل ديستلايزيشن. نقدر نفتح تاني الكلامب ونعمل كومبريشن تاني للكويل على التيوب، يقدر يعمل بيه اكتيفيشن تاني مره تانيه. ستادي بقى كان سبيرمتريك ريتوجراف ستادي واز كوندكتد اون 33 بيشنتس. المين ايج بتاعهم كان حوالي 12 years old، والافريج تايم تو اتشيف كوركشن اوف كلاس 2 كان حوالي 6.7 months، و ماكسيلاري فيرست مولر حصل له ديستلايزيشن حوالي افريج 2.1 ملم، حصل له ديستال تيبنج حوالي 3 degrees، وماكسيلاري سكند مولر برضه حصل لها موف ديستالي حوالي 2.6 ملم، وحصلها ديستال تيبد 11 ديجريز. حصل بقى ميزيال موفمنت او انكر جروس زي ما بنقول على السكند بريمولس حوالي 2.6 ملم، وحصلها تيبد ميزيالي 4 ديجريز. الماكسيلري انسايسوس بقى للكرينيال بيز حصلها انكريز ل 12 درجه، وحصل اوفر جيت انكريز باي 1.7 ملم. احنا قلنا برضو هنتكلم على الموديفيكيشنز بتاعت الابلاينسز كسكلت الانكر، حطوا هنا اتكلموا على ميني سكرو سبورت ديستال جيت، حطوا تو ميني سكروز باراميديان وعملوا عليها التصميم الجهاز بتاعنا الديستال جيت، وقارنوا بالكونفنشنال اللي هو ويز موديفايد نانس بوتون، عملوا مقارنه بين الاثنين. 20 patients were randomly assigned to receive a treatment with mini screw supported distal jet appliance سموها جروب A، والتراديشنال ديستال جيت ابلاينس سموها جروب B. الداتا بتاعتنا والريزلت شوت ذا مين فيرست مولر ديستلايزيشن كان حوالي 5.3 ملم،
و 3.9 مليمتر، 5 لجروب A و 3 to جروب B. The first upper molar distal tapping in relation to anterior canal base was close to zero in both groups. يعني احنا التابنج كان قليل جدا، كان close to zero in both groups. في جروب B اللي هو traditional first premolar حصلها تيب ديميزل، يعني انكرج لوس. يعني احنا في التراديشنال دايما بيبقى فيه ريسيبليكال موفمنت، يعني حصل انكرج لوس للفيرست مولر، حصلها ميزلي موفمنت وتيب 6 ديجريز. اما في جروب A ذا فيرست بريمولر وور ديسلايزد باي 4 مليمتر، يعني في جروب A اللي هو مين سكرو سبورتد، لا ده هو الفيرست مولر اصلا حصل له ديسلايزد تيب عن للديسلايزيشن اللي بيحصل للفيرست مولر نتيجه الايه ترانسبتر فايبرز، وحصل اكستروجن ليها حوالي 0.5 ملم، حصلها تيب ديستالي 7 ديجريز. في جروب بي ذا مين بروكلانيشن اوف ذا ماجداري سنتر انسيزو حوالي 4 ديجري، وفي جروب اي ذير ووز ريتوكلانيشن اوف ذا سنتر انسيزر. يعني في جروب بي اللي هو الكونفشنال حصل بروكلانيشن حوالي 4 ديجريز، في جروب A اللي هو ميني سكرو سبورت حصل ريتروكنيليشن العكس بقى للسنترال انسايزرز. من الاجهزه برضو المشهوره جدا ديستاليزيشن البندلم ابلاينس. البندلم ابلاينس كان انتروديوس عن طريق جيمس هيليجرز في 1992. الميكانيزم بتاع استخدامه في كلاس 2 نون كومبلاينس تريتمنت اوف كلاس 2 كان بيحتوي على تي ام اي سبرينج 32 انش هيليكال لوب نير ذا ميد لاين، وما داخل في اللينجوال شيز اوف ذا ماكسيلري مولر بانس، وبيعمل لايت كونتينوس فورس، بيستخدم برضو نانس موديفايد نانس بوتون كانكرج يونت، وعنده هنا ماشي منها فور وايرز اكستندد على البريمولرز او الديسيدوس مولرز كاريستس. بعد ما نعمل اكتيفيشن للسبرينجز البيشنت بنشوفه كل 3 تو 4 ويكس عشان نعمل شيك اب ونعمل فرزر اكتيفيشن. الاستاد بتاعتنا اتكلمت على الدينتو الفلر والسكيليتال افكت اوف ذا بندل ابلاينس في كلاس 2 بيشنتس عند فارينج ستيجز اوف دنتال ديفلوبمنت. بري وبوست تريتمنت سيفالمتريك راديوجرافز اوبتيند فروم 13 براكتيشنرز، يعني في 13 دكتور اشتغلوا على 101 بيشنتس. الافريج بقى ماكسيلري فيرست مولر ديستاليزيشن كان حوالي 5 ملم، والديستال تيبنج حوالي 10 degrees. The anchoring anterior teeth moved mesially as indicated by 1.8 millimeter. وحصل movement of the upper first premolar بتابنج حوالي 1.5 degrees. المجزيري first premolar intruded بقى حوالي 0.7 millimeter والfirst premolar extruded 1 millimeter. Similar findings were observed in patients with second premolar anchorage versus those with second deciduous molar anchorage. يعني احنا عندنا الاثنين نفس الحكاية، حصل ليهم نفس الافكت، سواء بقى احنا استخدمنا second premolar anchorage او second deciduous molar anchorage. البندلم كان ليه بقى كذا modification كده، appendix T-rex embendulum bipendulum quad pendulum. البندix applies هو modification للبندلم، هو زود فيها جاك سكرو ميد بالاتا جاك سكرو، بيستخدمها للاكسبانشن لما بنحتاجه ديورنج ديستاليزيشن. التي ريكس بقى احنا عندنا التي ريكس هو عمل هنا زود حاجه صغيره جدا كموديفيكيشن، زود البار دوت او الواير دوت ك انكر للمولر تيوب. هو بيعمل الاول اكسبانشن، بعد ما يخلص اكسبانشن خلص هو عامل كاتنج للواير دوت عشان يبدا يعمل الديستاليزيشن. السكروبوز اكتيفيتد توايس ا داي تيل ذا ديزايرد اكسبانشن ووز اتشيفد، ذن ذا بندلم سبرينج ووز اكتيفيتد باي كاتنج ذا ميديال شولدر جوينتس اون ذا فيرست مولر. الامبندلم ابلاينس بقى هو يعني موديفيكيشن برضه، واستخدم تيم اي سبرينج، بدل ما يعمل اللوب بتاعنا هنا الهوريزونتال لوبز بتاعتنا هنا بدل ما تبقى ديستالي اورينتد، ده هو عاملها ميزيالي اورينتد. احنا بص كده في الديزاين القديم هو هنا ديستالي اورينتد، يعني بص ديستالي، لا هنا عاملها ميزيال اورينتد. وهنا كان الهدف منه ان هو عايز يعمل لها اكتيفيشن وعايز يعمل ابرايتنج للديستالي انكلايند مولرز. يعني احنا بنعمل ديستاليزيشن بيحصل ديستالي انكلاينيشن او تيبنج للفيرست مولرز، هو هيبدا يعمل اوبننج للكول دي عشان يعمل ابرايتنج ليها في السكند اوردر، يعني يعمل فورس على الروتس يحصل ليها ابرايتنج
وهو بيعمل ديستاليزيشن، كان الهدف ان هو عايز يعمل موفمنت للفيرست مولر بودلي موفمنت. الباي بندلم والكواب بندلم ابلاينس، الفكره هنا ان هو زود بقى بدل ما يشتغل بيشتغل على الفيرست مولر بس، لو هو اشتغل على الفيرست مولر والسكند مولرز لو هي يونيلاترال نسميها باي بندلم، لو هي باي لاترال نسميها كواب بندلم. The first molar should be excluded from the anchorage block allowing them to partially distalize by transceptor fibers. يعني انا بشيل ال first molar من ال anchorage block ديت، وانا بعمل distalization لل second molar انا بسمح كمان لل first molar اللي هو يحصل له distalization عن طريق transceptor fibers. After the second molar are sufficiently distalized, the corresponding springs are deactivated to increase the anchorage for the distalizing of the first molar. يعني انا ما اعملش distalization للاثنين مره واحده، لا ده انا بعد ما اخلص decision of second molar اعمل deactivation بقى للجزء بتاع second molar عشان اسمح ان انا اعمل distalization لل first molar وزود anchorage loss. ال PABA او ال Poon Anchored Pendulum Appliance ده modification كده عشان يبدا نشتغل بالبندلم كسكيلتلي انكورد ديستلايزر. احنا بنستخدم كونفنشن بندلم بس بنحط ليه مين سكرو باراميديم، هو حاط هنا واحد بس. السكرو واز بليزد ان ذا انتيريور باراميديم ريجن اوف ذا ميديم بالاتال سوتشر، بان عليها الاكريل بتاعه بقى شبه البندلم بس وزاوت ريستس اون ذا بريمولرز او الديسيدوس مولرز. الاستادي بتاعتنا دوت واز دان ويز ويتش كومبريز اوف 10 بيشنتس mean age and 13.5 years, class 2 molar relationship treated with PABA. The mean treatment period was 7 months. The maxillary first molar distalized an average of 6 millimeter وحصلها tip distally on average of 10 degrees. والماكزيري سكند بريمولر والفيرست بريمولر موفد ليست اللي همه كمان، يعني هو هنا ما حصلش بقى زي ما الكونفنشنال بندلم بيحصل، لا ده حصل كمان فولوينج للديستاليزيشن بتاع مولر، حصل ديستاليزيشن كمان للفيرست بريمولر والسكند بريمولر كان 5.4 و3.8 ملم وما حصلش اي انسايسور موفمنت ووز ديتكتد في حاله البي اي بي اي او البون انكورد بندلم ابلاينس. الفيرست كلاس مولر ديسترايزر يمكن دكتور رافق كان اشتغل عليه، هو بيكون من ده جهاز بيكون من جزء بلاتلي وجزء باكلي، هما الاثنين مع بعض ماسكين في بعض، بيكلم على تو تلسكوبيك باكل سكروز 1 فور اتش سايد تسولدر تو ذا فيرست مولر باندز وسيتد على كلوز رينج اون ذا سكند بريمولر. عندنا كلوز رينج هنا وعندنا المولر باندز هنا. بلاتلي بقى عندنا بار اهوت passing through palatal tubes embedded في large acrylic lens button. عندنا هنا نايتايكول سبرينج حصل لها كومبريشن اهو، تقدر تعمل فورس من البالتال سايد. وعندنا من البكل بقى ايه، عندنا بكل سكرو اهوت بنعمل له اكتيفيشن 1 تيرن بير دي عشان يعمل ديستال موفمنت اوف 0.1 ملم عشان تو جيت مولر ديستريزيشن ويز نو روتيشن اور تيبنج اند ا مينيمال لوس اوف انجل. يبقى عندنا هنا كومبريسد نايتاي كويل سبرينج وعندنا هنا باكل سكرو اهيت، نقدر نعمله اكتيفيشن مره في اليوم عشان يعمل 0.1 ملم ديستريزيشن للفيرست مولر من غير اي تيبنج او انجل لوس. بيستخدم في الكونستراكشن اوف ذا ابلاينس بيستخدم حاجه اسمها بارلينج ديفايس عشان يقدر يعمل بارلينج جزء البقعي وجزء البلت اللي هو بيعمل ليه كونستراكشن عشان يقدر يعمل فورس بتاعته تبقى متساويه من البقعي والبلت سايد. يمكن هنا فيديو كده للكونستراكشن بتاع فيرست كلاس مولر ديستلايزر، عامل بانس فور بانس سكند بريمولر والفيرست مولر lingual sheath والclosing loop. ده البار بتحط بلاتلي يعمل مي واير بيندنج، يعمل له كونستراكشن على القوس بتاعه. حطه في اللينجوال شيس ان هو حصل عمل بيندنج ليه هنا عشان يبني عليه هنا الاكريل.
ده الجزء الباقلي اهو عبارة عن سكرو، دخله في السكند بريمولر، يحط البارلينج ديفايس، يعمل لي فيكسيشن، يعمل سولدر للأجزاء بتاعة الأبلاينس، مولر بان مع جزء السولدر بتاعه، ودي سكند بريمولر باند مع جزء السولدر بتاعه، ابدأ اوصلهم ببعض، بحط فيها هنا كويل سبرينج، ده الجزء الباكل، تعمل كومبريشن للكويل البلاتر، هيعدي بقى من الجزء اللي هو الكلوزنج لوب اهوت، يحط لي ستوبر، يبدأ يكمل الجزء البلاتل بتاعه، يقيس بعديها بسنتي هو الجزء اللي هيعمل فيه ديستلايزيشن، الجزء اللي هيمشي فيه الجهاز، يقدر يعمل بيندنج ليه هنا عشان يبني الأكريل بتاعنا، كده الجهاز خلص، هيبدأ يبني الأكريل، يعمل له فينيش. سايب الجزء ده كله عشان يقدر يعمل فيها ديستلايزنج في الحته دي كلها. study was conducted to compare the pre-distillation and post-distillation cephalograms of 17 patients. المين ايج بتاعهم كان 13 years old، وحصل distillation في period 2.4 months. الديستلايزيشن او ماكسيلري مولر ديستلايزيشن كونتريبيوتد تو 70% اوف ذا سبيس كرييتد انتيريور تو ذا فيرست مولرز و 30% للسبيس ريسيبريكال انكج لوس اوف ذا ماكسيلري سكند بريمولرز. يعني حصل ديستلايزيشن للمولر للسبيس اللي حصل 70% و 30% حصل انكج لوس او ميزيال موفمنت للسكند بريمولرز. ماكسيلري فيرست مولر شود ديستلايزيشن اوف 4 مليمتر، حصل لها ديستال انكلاين اوف 4 ديجريز واكستروجن 1.2 مليمتر. اما الانكرج لوس بقى بتاع السكند بريمولر حصل ليه ميزيال موفمنت 1.7 مليمتر، وحصل ليها ميزيال انكلينيشن 2.2 ديجريز، وحصل لها اكستروجن 1 مليمتر. الانتيريور ريجن بتاعنا بقى حصل ميزيال موفمنت للماكسيلري انسايزر اوف 1.3 مليمتر اسوشيتد ويز انسايزر بلوكنيشن حوالي 2.6 ديجريز، وحصل انكريز الاوفر جيت 1.2 مليمتر. لو هنتكلم بقى على الايفكت بتاع الديستيليشن اون ذا فيرتيكال دايمنشن، عندنا ستادي بوسكس وماكنمارا كوندكتد ا ستادي ذات شود افتر ديستيليشن يوزنج بندلم ابلاينس ذير ووز an increase of the lower anterior facial height by 2.2 millimeters
there was no significant difference in the lower anterior facial height increase between patients of high وneutral ولو mandibular plane angles. يعني ال patients كلهم اللي عنده high وneutral ولو mandibular plane angle حصل لهم نفس ال effect بتاعهم of increasing the lower anterior facial height. يعني اللي عنده low mandibular plane حصل لي increase, لو عنده high mandibular plane حصل لي increase برضو. The same study stated that in patients with erupted maxillary second molars there was a slightly greater increase in the lower anterior facial height and in the mandibular plane angle and a slightly greater decrease in the overbite in comparison to patients with unerupted second molars. يعني هو بيتكلم بيقارن اللي حصل اللي عنده erupted maxillary second molars واللي ما عندوش ربط سيكند مولز, وقال ان هو بيحصل انكريز للور انتيريور فيشال هايت ان ذا مانديبولار بلين والمانديبولار بلين انجل, وحصل كمان شالوينج للبايت او اوبننج للبايت للبيشنتس ويز ربطد ماكسيلري سيكند مولرز نتيجه الويدجنج افكت بتاع الماكسيلري سيكند مولرز على البايت بتاعتنا. مرور إتال showed that after distillation using different distillizing appliances pendulum وكيلو وديستال جيت appliances there was an increase of the FMA angle by 1.79 degrees, وحصل bite opening as over bite reduced by 2.38 millimeter. كراد وشاجد showed a decrease in the over bite by 0.98 millimeter of the distillization using distal jet appliance, وبرضو كان في increase في lower facial height by 1.3 millimeter. فونتانا بقى إتال conducted a multi-center study using different intraocular distillizing appliances, والريزلت بتاعتنا كانت بتتكلم ان في حصل occlusal plane rotation downward و backward rotation للocclusal plane ب 1.8 degrees, والمندبل كمان حصل له clockwise rotation حوالي 1.7 degrees, وحصل increase في lower anterior facial height ب 2.5 millimeters. المحصلة ان هو distillation بيزود lower anterior facial height, بيعمل opening the bite, بيحصل clockwise rotation للمندبل, بيحصل لو البايت لو البايت بيحصل shallowing للبايت, بيحصل برضو روتيشن للوكلوزال بلين داون وورد باك وورد. اخر حاجه هنتكلم عليها هي اللونج تيرم ستابيليتي بتاع الديستلايزيشن. A study was made to evaluate the long term stability of the molar distillation following pendulum and fixed appliances. السامبل بتاعتنا كانت 76 class 2 patients, 35 males و 41 females. اللاترال سبينوجرامز بقى كان عندنا at the start of treatment T1, the end of distillation T2, the end of the orthodontic fixed appliance therapy T3, و long term observation بقى كان بعد 7 سنين سموها T4. الايج بتاعنا كان كان 12 years old at T1 و 13 years old at T2 و 15 years old at T3 و T4 بتاعتنا كان 22 years old. ده المين ايج بتاعنا. This number of movement was obtained during the distillation phase, يعني حصل distillation وحصل relapse. The most of the relapse occurred during fixed appliance therapy. يعني انا بعمل distillation, خلصت distillation period بتاعي وبعمل بقى ايه distillation للpremolars او بعمل retraction للanteriors, ده اكتر period حصل فيها relapse للديستاليزيشن بتاعي. Whereas no significant change was detected in the post retention period, يعني انا بعد ما في البوست ريتينشن بيريد اللي هو بعد ما خلصت الفيكسد ابلاينس بتاعي خالص ونشوف الريلابس بتاعنا, ما كانش فيه no significant change was detected. Another study كان retrospective study was made to investigate the treatment stability of the main screw anchored maxillary distalization in class 2 malocclusion. الستادي بتاعتنا كان فيها 2 groups, كان فيه distalization group كان العدد بتاعهم 19 و control group كان العدد بتاعهم 19. عملنا lateral spherograms لل 38 patients before بقى ال treatment و immediately after distalization وبعد ما 3-4 years after the treatment T0, T1, T2. Results بتاعتنا بقى show the total arch distillation therapy led to 4.2 millimeter of distal movement,
للابر 6 وزود ديستال كاونت تيبنج. الافريج ريتينشن بيريود اوف 42 مانثس ماكسيلري توتال اورش انسوليشن بروفايدد هاي ستابيليتي اوف تريتمنت ريزلتس شوينج ذا سيم اماونت اوف ميزل موفمنت از ا كنترول جروب. يعني احنا الكنترول جروب بتاعنا حصل بيحصل اصلا عندنا بيحصل ميزل موفمنت للاورش بتاعنا، فهو قارن بقى بالبوست ريتينشن بيريود بقى ديت اللي هي 42 مانثس، قال ان نفس الميزل موفمنت اللي حصلت في الديستاليزيشن جروب نفسها زي اللي حصل في الكنترول جروب. ثانك يو. شكرا جزيلا. يعني بصراحة تقديم رائع وحاجة مميزة جدا جدا. يعني بنشكر الكانديد وبنشكر دكتور هاني والمشرفين دكتور فاروق ودكتور رافت الغطاني، يعني فعلا حاجة جميلة جدا وموضوع شيق جدا. ياريت من أساتذتنا أو زملائنا اللي محتاج يسأل يتفضل يسأل. في حد يا جماعة عنده سؤال؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي عرفي بنفسك. أنا دكتورة مها يا دكتور وسام. أهلا دكتورة مها، ازيك عاملة ايه؟ ازيك يا دكتورة مها، أهلا بيكي. الحمد لله، أخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. أنا الحقيقة التزمت ورفعت ايدي، قلت هسيب طبعا المايك الأول مع الأساتذة الكبار، بس ما لقيتش حد اتكلم فقلت اتكلم. اتفضلي يا دكتورة مها. طيب بص يا دكتور، هو انت في الاول، انا كنت الحقيقة عايز ادخل من الاول بس محبتش اعمل انترابشن، يعني انت قلت في الاول يا دكتور، ما عشان تقصدها ولا قلتها ازاي، ان دي طريقة من طرق الكاموفلاج، ان احنا بنعمل بيها كاموفلاج لكلاس 2. هي الديستاليزيشن دي مش طريقة كاموفلاج، دي real method of reported method of gaining space، ما هياش طريقة من طرق الكاموفلاج، كاموفلاج تريتمنت يعني. دي حاجة. الحاجة التانية برضو ان هو الدكتور كان بيقول معايا دكتور هاني، معاك يا فندم معاك. انت قلت يا دكتور ان كلاس 2 ان هي ممكن نستعمل الديستاليزيشن او يعني الديستاليزيشن تو جين سبيس، يعني ممكن نستعملها في حالات السكيلتال كلاس 2، وسميتها حالات مايلد سكيلتال كلاس 2 اللي هي، وكملت وقلت اللي هي ال A and B equal 5. طب مين قال ال A and B equal 5 دي اسمها مايلد كلاس 2؟ سكيلتر مايد سكيلتر كلاس 2، مين اللي قال كده؟ يعني مين عمل كلاسيكيشن كلاس 2 قال ان في منها مودر ومايلد مايلد ومودريت وسيفير؟ يعني مين قسمها وعملها كلاسيكيشن بالشكل ده؟ يعني انا عارفه ان هو في كلاسيكيشن مثلا تقول كلاس 2 سكيلتر كلاس 2 تايب 1 تايب 2 تايب 3 اكوردنج للمشكله في انهي جو، ماكسيلا ولا مانديبل ولا بوست توجذر، عشان كده لاي تايب 1 2 3. انها مين قال حكايه مايلد ومودريت وسيفير؟ تمام يا دكتور. هو بالنسبه انا بتكلم على ماسكينج لمايلد، حالات مايلد كلاس 3 سكيلتال، ماسكينج للبروبلم عن طريق الديستاليزيشن. والله يا دكتور انا فاهمك، بس بتكلم انا بقول لك لو انت عندك رد قوله لي، يعني حاجه انا مش عارفاها تقولها لي. لا ما عنديش ما عنديش. هي لو في حد قال الكلاسيفيكيشن اسمه مايلد مودريت سيفير قوله لي طبعا، انا بتكلم في كده ان انت لو عارف حاجه انا مش عارفها طبعا تقولها لي. لا ما عنديش كلاسيفيكيشن كمايلد او سيفير او مودريت لكلاس 2 سكيلت. ما انا برضو مش عارفه، برضو ما شفتش حاجه كده. انا عارفه ان هي كلاس 2 سكيلتال، كلاس 2 بتتقسم تايب 1 و 2 و 3، ده اللي انا عارفاه. مش عارفه مايلد مودريت سيفير دي انا مش عارفه. يعني احنا ممكن نقول ان هي ممكن نستعملها في حالات السكيلتال كلاس 2 اللي هي 1 اي ان بي ايكوال كذا، وكمان قلنا هي تايب 2، انما مش هنسميها هي مايلد ولا سيفير. ما هو مين هيحدد لنا المايلد والسيفير دي اكوردنج لايه؟ ما عندناش حد عمل لنا كلاسيفيكيشن ده. وشكرا يا دكتور، متشكره وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا دكتورة مها. شكرا يا دكتورة مها. طبعا المداخلات دي يا جماعة والأسئلة بتفتح دماغنا لحاجات كتير، ففعلا المناقشة اللي بعد السيمينار أنا بحس إنها جزء لا يتجزأ من السيمينار، لأنها بتفسر حاجات كتير. وكمان الناس اللي بتذاكر بعد كده وبيبقى في بعض النقط الفيج قدامها ممكن تتفسر في اللي بعد السيمينار. بنشكر دكتورة مها، ولو في حد تاني عنده سؤال يتفضل. دكتور وسام ازيك؟ اهلا دكتور شندي، اتفضل يا دكتور مرافع. شندي اهلا بيك. ما رفع ايدي والله. ازاي حضرتك عامل ايه؟
الحمد لله شكرا يا تمام. دكتور اتفضل يا دكتور سندي، وبعده دكتور خالد طه رافع ايده. اتفضل يا دكتور. شكرا يا دكتور، شكرا يا دكتور هاني على البرزنتيشن. تمام. يا ريت النقط اللي هي الدكتوره ما كلمتك فيها دي تبوت ان كونسيدريشن، بس انا ما سمعتش اخر نقطه. هي اخر نقطه اللي هي بتقولها على حضرتك، كنت بتقول على سكيلتال كلاس 2، مين اللي قسمها مايلد ومودريت وسيفير؟ يا محمد. تمام. كان بروفيت في الكاموفلاج تريتمنت كان قسم المايلد والمودريت، ده بالنسبه للكاموفلاج اللي هي من الاخر اللي هي النبيل لغايه 7، اللي هي النبيل لغايه 7 بالظبط كده. اكتر من 7 بقت سيفير، واخد بال حضرتك؟ فدوت اوت اوف اور سكوب وبيدخل سيرجري بقى على طول. حلو جدا. تمام تمام تمام. لا انا حلو الموضوع بتاع الديستلايزيشن يا دكتور هاني، بس انا استاذن حضرتك. اتفضل. هل انت، انا اسف طبعا، هل انت عايز بعد ما بتعمل ديستلايزيشن وبتحصل على السبيس اللي انت عايزه ايا كان، بدايه من 2 مللي لغايه 6 مللي زي ما بيقولوا، هل اي ابلاينس حضرتك بتحطه بيقدر يعمل ابرايتنج للابر 6 عشان ما يحصلش ريلابس؟ شكرا. هو دكتور مش بتبقى ابرايتنج للابر 6، هو بيستخدم الجزء الموديفايد نانس ابلاينس، موديفايد نانس بوتون كانكرش بقى للجزء اللي هيعمل بيه ديستاليشن للجزء الانتيريور، وبعد كده بيحصل زي فولوينج كده ابرايتنج ليه. بعد ما يحصل ديستال انكلايند للفيرست مولر بيحصل فولوينج بقى ابرايتنج ليه مع البروسيجرز بعد كده، لكن مفيش حاجه معينه غير مثلا احنا اتكلمنا على الام بندل ابلاينس كجزء باي ميكانكس كده اللي هو قلب اللوبس بتاعته تبقى ميزلي عشان يقدر يعمل بيها اوبننج ليها، يقدر يعمل بيها ابرايتنج للمولر بعد ما يعمل ديستاليشن. ده بالنسبه للام بندلم ابلاينس اللي هو اللي كان فيها اللوب بتاعته كانت ميزيالي اورينتد بدل ما هي كانت ديستالي اورينتد، وده كان جزء كان اللي هو الفيكسد ابلاينسز كدنتالي انكرد. السكيلتالي بقى ابلاينسز كان فيها اجزاء كثيره جدا بيشتغل بقى بيعمل بيها بيقدر يعمل بيها ابرايتنج للفيرست مولر. انا ما بتكلمش عليها كان لدوك الوقت يعني. معلش انا دخلت متاخر على السيمينار فما اعرفش انت بتقدم ديستاليزيشن على وجه العموم صح كده؟ لا هو كان جزء معين كده يعني، الجزء يعني الثاني ممكن نبقى الكلاس 2. انا اتكلمت على الفيكسد انترا ماكسيلري ابلاينسز بالاخص يعني. تمام 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 جميل. طيب انت تفضل الباكال ابلكيشن ولا البلاتال ابلكيشن ديورنج ديستاليزيشن؟ هو بالنسبه للافكت بوس يعني كان الاثنين يعني يعتبر قريبين من بعض، والاجهزه الجديده بقى اللي هي بتتكلم على باكالي وبلاتلي بوس مع بعض عشان يقدر يعمل بيها بادلي موفن زي الفيرست كلاس ابلاينس يعني، بس هو كباكالي او بلاتلي كان الريزلت بتاعتهم زي بعض، بس هو في كلا الحالتين بيستخدم جزء بلاتلي برضو اللي هو بيبقى موديفايد نانس ابلاينس كانكر جونيت يعني، ما يقدرش يشتغل باكالي لوحده يعني، هو لازم برضو بيستخدم جزء بلد هذي عشان يقدر يعمل بيه انكرج من البلد، لان البقالي يبقى صعب ان هو يشتغل لوحده يعني. ماشي شكرا، بس انا كنت بتكلم على ان الطبيعه بتاع كلاس 2 مولر في الابر 6 مثلا بيبقى فيه ميزيو بلد الروتيشن، فانت عايز تعمل دي روتيشن كمان معاك، فده يستحسن when you are applied force from the buccal surface يعني. خد بال حضرتك؟ تمام. شكرا جزيلا. دي روتيشن. تمام. شكرا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا دكتور شندي. في حد عايز يسأل؟ اتفضل دكتور خالد طه. السلام عليكم دكتور وسام. طبعا انا بشكر دكتور هاني على السيمينار الجميل، وبرضو يعني انا يعني كويك اللي كده عملت ريسيرش على الباب ميد، ففي عنوان يا دكتور هاني يا ريت ترجع له اسمه كلاس 2 مال اوكلوجن اوكلوزال سيفيريتي ديسكريبشن، في بقى كل حاجه مايلد ومودريت وسيفير، ويعني ديفرنت بارامترز تو ديسكرايب السيفيريتي اوف كلاس 2 مال اوكلوجنز، هتلاقي فيه فول ديتيلز. ده منشور في 2010 بنفس التايتل ده. السؤال الثاني اللي كنت هسألك يا دكتور هاني، بالنسبه ايه البروجنوستيك بارامترز اللي انت ممكن تقول انه الديستاليزيشن اللي حصل معايا في الكيس يعني في ار تريتنج وان كيس مثلا هيبقى فيه ستابيليتي ولا ما فيهوش ستابيليتي؟ ايه الكي بوينت او ايه الموست امبورتنت بارامتر؟ اعتقد ان زي ما اتكلمنا على البادلي موفمنت بتاع الابر 6
دي يعني حاجة مهمة جدا كاستابيلتي بعد كده للديستاليزيشن. يعني اعتقد الديستال انكلايند ابر 6 بعد الديستاليزيشن بيبقى فيها جزء كبير جدا ريلابس. ايه تاني اعتقد برضو الجزء طيب هو دي النقطه فعلا دي ذا موست امبورتنت وان. ازاي بقى توصل لها؟ ازاي تضمن ان انت عملت بودلي ديستاليزيشن؟ هي طبعا الميكانيكس بقى في الاجزاء دي اعتقد يعني بتفرق ازاي؟ ما بين جهاز وجهاز. يعني مش المفروض ان كل الاجهزه تبقى قريبه من بعضها في الكونسبت، والا ما كانتش تسمى ديستاليزيشن؟ هو الكونسبت العام بتاعهم هو الديستاليزيشن، لكن اعتقد ان شفنا التصميم بتاع الاجهزه يعني في اجهزه مختلفه عن التانيه. يعني طيب يعني تعال نقرب المفهوم بس شويه كده. انت دلوقتي بتتكلم على بودلي موفمنت، يعني انت عندك مومنت وفورس ريشيو. انا عارف حضرتك قصدك ان البلد اللي سيتويتد شويه بيبقى قريب شويه من السنتر اوف ريزيستنس، فيقدر يعمل من البادي الموفمنت، صح؟ ده كونسبت ايه بقى؟ هو هنا ايه الفاريبل يعني، او يعني معناه البكل ما اقدرش برضه اوصل منه البودلي موفمنت؟ يعني باختصار انت عندك يعني دلوقتي في البلاتال سايد عندك في الاناتوميكال ادفانتج من البلاتال سايد هتخليك ان انت تو ابلاي البوينت فورس ابلكيشن تو بي مور ايبيكلي او تبقى نير تو ذا سنتر اوف ريزيستنس، تمام؟ مظبوط. لكن لو انت شغال من الباكل سايد انت لازم يو شود ادوبت مومنت، تمام؟ لان المومنت دي اللي هتكنترول التيبنج اللي بيحصل معاك ديورنج ديستاليزيشن، تمام؟ فاهم قصدي؟ طيب. طب بالنسبه ليك بقى الماجنيتيود بقى فورس هنا هتفرق معاك لو انت بتابلاي من الباكل سايد مثلا، ايه الافريج فورس ذات از بريسكرايبد فور ديستاليزيشن الماجنيتيود؟ والله انا يعني يمكن شفنا الاجهزه، انا شفت يعني من اول 70 جرامز لحد كان 250 جرام، يعني بيتكلموا في رينج كبير جدا من الباكل استويتي ده. ما طيب الافريج اللي حضرتك شايفه واسع قوي ده طبعا كان في ديفرنت ستاديز اكيد، أيوة. في فاكتورز بتحكمه مثلا انت ما كقارئ بقى شايف ايه الفاكتورز ذات ار كنترولينج الرينج اوف وايد رينج اوف فورس ماجنيتيودز اللي هي سجستد باي ديفرنت ستاديز؟ نمبر اوف تيث، ايج اوف بيشنت، فيرتيكال دايمنشن، طبعا هاي انجل، فاكتورز كتير. فاهم قصدي؟ يعني ذيس ار دي فاكتورز. بس انا عايز اخدك من نقطه، طب would you think ان انا لما apply مثلا higher forces for distalization انه ده هيبقى more tipping اكتر من the lower forces of distalization؟ مثلا لما apply 70 grams لما apply 70 grams اكيد tipping resultant tipping of the molar هتبقى اقل بكتير جدا من انا apply 250 grams. فاهم قصدي؟ يعني انت the lesser the force the least will be the tipping and vice versa. كل ما تعلى بالفورس اوف ديستاليزيشن طبعا ده provided that انك معاك كل البارامترز الثانيه بقى، معاك النمبر اوف تيث، معاك النمبر، معاك الايج اوف ذا بيشنت، معاك الانتر ديجيتيشن اوف ذا اوكلوجن، تمام؟ فهو الشاهد كله ان بس كان نفسي تتطرق لنقطه how can I guarantee ان انا بعمل bodily distalization مش just tipping، لان هو relapse زي ما قال لك دكتور شندي، والفيلير بتاع ديستاليزيشن مينلي بيكون due to ان انا عملت just coronal distalization or coronal tipping, distal tipping without radicular or apical movement of the permanent tooth او المولر نفسه. مظبوط. تمام. طيب انت ما اتكلمتش يا دكتور رهاني على الريجيد والفليكسيبل palatal distalizing appliances. انت تعرف ان فيلتراي ابلاينس مثلا وبينجلم ابلاينس بتاع هيلجر، تمام في فرق ما بينهم؟ ما هما الاثنين palatally designed distalizing appliances. واحد بيستخدم هيليكال لوب وال ك ك distalizing port او force port delivering port، صح كده؟ نعم. واحد بيستخدم هيليكال لوب يعني ايوه ك distalizing force، يعني بغض النظر هو ده برضو كان كونسبت نفسي تتعرض لي، انه هيلجر مثلا او اللي هو اللي بيستخدم فليكسيبل او اللوب او الهيليكال لوب ده حاجه فليكسيبل فور ديستاليزيشن،
تمام، فده هيديك تيبنج. لكن الفيل تراي ابلاينس اللي هو بالظبط زي هايركس، بس بدل ما يعمل بيه اكسبانشن عمل بيه ديستاليزيشن. الهايركس باي بير سي كده ابلاينس ويتش از فيري ريجيد، تمام، فده بيجارانتي الى حد ما انه يديك ليسر تيبنج ويديك مور موفمنت توورد البودلي. ما بقولش انه هيديك بودلي موفمنت، بس هيديك على الاقل موفمنت وذ ا ليسر تيبنج. دي كان نفسي برضو تدي هنت عن الرول اوف ريجيديتي اوف ذا ديستاليزنج ابلاينس تو برودوس ا ليتل بيت موفمنت توورد البودلي موفمنت. شكرا دكتور هاني. شكرا شكرا دكتور خالد على الملخصات الكويسه. انا اسف قطعت دكتور وسام، وكل النقط اللي حساسه تحركوا ان احنا هنتعرض ليها في البارت 2 ان شاء الله دكتور خالد. وانا بشكر بعد اذن دكتور وسام، انا بشكر دكتور هاني تحمله المسؤوليه في هذا الوقت الضيق ان هو يجهز السيمينار. وطبعا زي ما قال دكتور وسام اول ما ابتدينا ان ده موضوع كبير جدا، احنا اختصرنا جزء منه عشان يتناسب مع الوقت المسموح لينا. وكل تعليقات الساده الافاضل اللي تفضلوا بيها ان شاء الله هنضمها للجزء الثاني باذن الله. شكرا جزيلا لي. شكرا جزيلا لدكتور فاروق. واحنا عارفين طبعا ان الموضوع كبير جدا وفي تفرعات كبيره جدا ومحتاج فعلا جزء تاني وممكن اجزاء تاني كمان. لكن طبعا مجهود مشكور عليه دكتور هاني والمشرفين دكتور فاروق ودكتور رأفت الغيطان. في حد من زمايلنا او اساتذتنا يحب يسأل؟ طيب يا جماعة لو ما فيش أسئلة تاني يبقى كده النهاردة إن شاء الله إحنا أنهينا السيمينار. شكرا جزيلا لدكتور هاني، شكرا لدكتور فاروق، شكرا لدكتور رأفت الغيطاني المشرفين على هذا السيمينار أو البرزنتيشن اليوم. وإن شاء الله بإذن الله هينزل على يوتيوب على القناة بتاعتنا بإذن الله. وإن شاء الله النهاردة أو بكرة بالكتير ربنا يسر نكون خلصنا المونتاج ونزلناه وهننزل اللينك بتاعه عشان الكل يستفيد. إن شاء الله السيمينار القادم يوم الأربع، وهيقوم به قسم تقويم الأسنان جامعة المنيا. ومشكورا دكتور وائل رفاعي تواصلنا النهاردة واتكلم معاه مكالمة كبيرة وكان مهتم جدا جدا بموضوع ان احنا لازم ننزل شغلنا على اليوتيوب، لان هو محتاج كده كجامعة المنيا علشان عايز يضيفنا على الايجيبشن اورثودونتيك سوسايتي. فان شاء الله موعدنا يوم الاربع القادم. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.